أشكركم على دعوتي لمساهمتي في هذا النقاش حول قانون المهن. السادة الرؤساء السابقين، السادة النقباء، زميلتي زملائي الأعزاء، يعني عندما قال السيد الرئيس على أنه هناك نقطة إلى حد الآن خلافية، وهي من بين النقاط الخلافية مجلس وطني لهيئات المحامية، سأقول لكم فقط طبعا عندما نريد أن نشرع لابد لنا من الاطلاع على القوانين الدولية الموجودة والتنظيمات الدولية اللي هي مغربية. يعني سأعطيكم مثالين فقط. لو كونسي ناسيونال دي باو هو مجلس الوطني للهيئة في فرنسا، أنشئ في 31 جانفي 1990، وكان محل خلاف بين النقباء وبين المحامين، وكان هناك تخوف. هذا التخوف كانوا يظنون انه سينال من اختصاص مجالس الهيئات والنقابات المحليه، وانها سينافسها، وان هذا المجلس ربما سيخوض اختصاصاتها. ولكن تبين بعد تجربه من 1990 الى يومنا هذا تقريبا 33 سنه، ان هذا الاطار من احسن الاطارات الذي اعطى تقدما كبيرا لمهنه المحاماه في فرنسا. هو المتحدث الوحيد باسم المحامين الفرنسيين، هو ابداء الراي في جميع الشريعات التي يمكن ان تهم المحاماه، توحيد القوانين الداخليه بين الهيئات، التكوين المهني للمحامي، قبول المحامي الاجانب، عوضا نعطيه الوزير العام حنا غنقدروا. حنا حقيقة الجمعية وهي شيء نضال منه الجميع، وانا احد الرؤساء السابقين، ونعتز كثيرا بما قدمته وما ستقدمه الجمعية لهذه المهنة. ولكن شكرا نقول لكم على واحد، بعد الانتخابات الأخيرة انسحبت الهيئة من الجمعية، الجمعية كيف ما كان الحال ظاهرة 58، لأن كل شيء تلزمها تقول لها أجي تلزم، انسحبت وحزت في نفسي. ونحن مجموعة من الرؤساء السابقين والرئيس مشينا عند مسؤولين قضائيين، نتحدث عن مشاكل المهنة، قال لنا لقد تحدثوا مع نقيب الدار البيضاء واخبرني به، اصبح المحامون براسين، ربما يكونون بثلاث او اربعه، لان ما عرفناش المستقبل شنو غادي يدير. ولكن عندما يكون هناك نص قانوني بقوه القانون يجعل جميع الهيئات، لا اقول تحت سيطره المجلس الوطني، ولكن هو الذي يتحدث، هو الراس الوحيد الذي يتحدث باسم جميع المحامين المغاربه. فرنسا عرفتي شحال ديال الهيئات كاينين؟ 161 هيئة، لأنه ما عندهم، ماشي بحالنا حنا حتى كتكون 100 عطيهم الهيئة، ابتداء من 7 ديال المحامين كيديروا واحد، 181 هيئة ديال النقابات، لم تشتكي أي واحدة منهم من المجلس الوطني للنقابات. طبعا تكوين معقد نوعا ما، التكوين ديال لو كونسي ناسيونال دي باو، ولكن انا اقترح شيئا وهو قانون الجمعيه من احسن القوانين. النقباء يعني المجلس ديال المجلس الوطني هو المجالس يعني التي تنتخب من طرف جميع المحامين، النقباء الممارسين هم اعضاء بقوه القانون. هذا المجلس الوطني يتكون من جميع اعضاء مجالس الهيئات منتخبون، ما عندنا لا مدى الحياه ولا اقتصار الحياه، عندنا هذو هما اللي غادي ينتخبوا المسؤولين. المجلس ديال المجلس الوطني فيه رئيس، فيه نائب الرئيس، فيه الكاتب العام، فيه امين المال، فيه المكلف بالشؤون الثقافيه، الى غير ذلك من المسائل اللي هي كيتبنى. اتعرفون شيئا؟ اننا مختلفون في
القوانين الداخلية أننا مختلفون في الرسوم ديال الاشتراك ديال المحامين شي 10 مليون شي 15 شي 15 شي 70. حاولت هو جاهدا وأنا رئيس الجمعية أن أوحد فلم أنجح في ذلك. تعرفون أن صندوق الأداءات عنده قانون كلها تختلف، شي كتعطي الشكل واحد ولا تعطي النقابة والنقابة كتعطي الكليان ديالك وهكذا، كأننا نعيش في أوطان مختلفة. عندما يكون هناك قانون ملزم للهيئات يتفق النقابة راهم جزء من هذا المجلس يتفقون على أي شيء ونحن نقبله، ولكن أن لا يكون هناك خلاف. هذا الخلاف ضمها شي 50 درهم شي 10 درهم شي، يعني هذا شيء يعني شيء يؤثر في وحدة المحامين وفي كلامه. لذلك أنا دافعت عن المجلس الوطني عندما كان هناك حوار وطني حول إصلاح العدالة وكنت مقررا للجنة المتعلقة بالمحاماة المتعلقة بمقترحات، واقترحت هذه المؤسسة أو هذا المجلس الوطني حوار وطني حول إصلاح منظومة العدالة. ثم لماذا لا يكون هذا المجلس هيئة استئنافية؟ من الغريب أن الأطباء عندهم هيئة وطنية تستأنف أمامها قرارات تدريبية ديال الأطباء اللي ماشي هما قانونيين. الصيادلة عندهم الهيئة الوطنية تستأنف، حنا اللي محامين اللي كنعرفوا القانون ما عندنا هذه الهيئة هذه، ما بغيناش نعملوا نهائيا هذه الهيئة اللي غادي يكون تثبت في الاستئنافات، لأنه نحن لا نهرب من سلطة القضاء ديال محكمة النقد. المجلس الوطني عندما يصدر قرارا تحديديا او غيره، محكمة النقد هي التي يمكن لها ان يشتكي لها او ان يذهب امامها اي واحد ترفض ولم يدمنها. لذلك عندما ننشئ مؤسسة مهنية بقوة القانون الكل يخضع لها وقراراتها هي ملزمة للجميع حتى نكون في وحدة. ليس هيئة الوطنية، وهذا هو الخطأ، ربما لأن الكونفيزيون اللي هي وقعة كيقول لك هذه ماشي هيئة وطنية بحال تونس بحال الجزائر بحال مصر، لا، هذا دوره تنسيقي ولكن قراراته هي ملزمة لجميع الهيئات. وتبقى هيئة المحامين مستقلة، هيئة الرباط الترابطة فاسدة بقرارتها التدريبية بقرارتها المالية الاقتصادية. أتعرفون أن قانون يعني صندوق الأداءات أصبح عند بعض الهيئات مؤسسة تدريبية تحت 20% و 30% من الأسعار ديال المحامي، إلا شافوا أن محامي عنده حوالي 90 ألف تقطعوا له 30% من الأسعار ديالو. في هذا الشيء يعني هذا شيء غريب جدا، يعني هذه السلطات التي اعطيت في بعض الحالات لبعض الهيئات ان تتصرف في اتعاب المحامين المتعلقه ببعض القضايا وتقتطع منها نسبه معينه اقل نسبه من 5% 10% شيء تصل حتى 30%. هيئه واحده كتصدر القرار ديالها وكتجنه وكتنفذه. إذا هناك مسائل أخرى اللي هي حقيقة يعني سيطول شرحها، ولكن ربما أنا أردت فقط أن أحاول أن أتحدث عن بعض المسائل التي هي حقيقة نحن في حاجة إلى الوحدة. الجمعية ستبقى جمعية، ليس هناك ما يبرر ان يكون المجلس الوطني هو عوض هذه الجمعيه بثقافتها بتاريخها بامجادها برؤسائها السابقين الى 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 غير ذلك. عندنا هذه الملاحظه بالنسبه للمجلس الوطني، ارى انه ضروري من ضروريات على ان ندافع عنه. عندي فقط ملاحظه فيما يتعلق بالتدريب.
عندنا دائما اشكاليه بالنسبه للهيئه هي جمع سلطه المتابعه وحكم في يعني سلطه واحده، وهذا ليس مخالف لحقوق الانسان ولحقوق عندما يعطي الحق المتابع شخصا وان يحاكمه بعد ذلك. يعني المتابعه تعتبر بعد بدء الادانه، بدايه الادانه عندما اتابع شخصا، كيف لي ان اتابع شخصا ثم بعد ذلك ان ابرئه؟ كيف هذا؟ يعني هذا لذلك يعني فرنسا، احنا خلينا هذا الشيء فرنسا، فرنسا ادينت من طرف المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان اعتبارا لان القانون المهني الفرنسي يجمع بين اعطاء سلطة المتابعة والتحديد لهيئة واحدة، مما جعلهم يفرقوا يعملوا سلطة ديال المتابعة وحدة سلطة المتابعة. عندما أتحدث عن المهنة يعني أتحدث عنها بشوق كبير، ولكن الوقت وأعطي الفرصة للزملاء الآخرين حتى يمكن أن يتحدثوا حتى يمكن أن نستفيد من مداخلتهم. شكرا لكم جميعا على الانتصار.